طبعا احنا مع السياده والشرعيه العربيه للدول، احنا مع حكومه لبنان، احنا مع السلطه الفلسطينيه ومع الشعب الفلسطيني، احنا مع الحكومه الشرعيه اليمنيه. يعني هذا شيء واضح. وهؤلاء لكن الآن خارج الخدمة يا سيد الشليمي. بسبب من؟ بسبب من اللي اخرجهم من الخدمه؟ مش الميليشيات؟ طيب مش اذرع ايران طيب هذا هو هي اللي الجواب. اخرجتهم من الخدمه؟ إذا كيف انا اعتقد، ستتعاملون مع إيران؟ اي انا اعتقد في استداره سياسيه من الايرانيين. الايرانيين تحت الضغط، كما قلت لك، يعني اذرعهم، يعني اذرعهم تقلصت كفاءتها، وبالتالي كفاءه المناوره الايرانيه من خلال هذه الاذرع الاربعه قلت، وهي تحت الضغط الان. استدارة سياسية لإيران كانت عبر التفاهمات السعودية الإيرانية برعاية صينية. إحنا في الكويت علاقاتنا كويسة مع إيران، الإمارات علاقاتها كويسة، البحرين استأنف علاقاته، فالخليج علاقاته كويسة مع إيران. أنا أعتقد الإيرانيين، وخصوصا في لقاء وزير الخارجية السعودي والرئيس الإيراني، الإيرانيين أرادوا شيئين اثنين. الشيء الأول أن ينقلون الحقيقة رسائل إلى الولايات المتحدة، أي الرئيس الإيراني أن ينقلون رسائل للولايات المتحدة عبر السعودية، وأن ينقلون رسائل لإسرائيل عبر دولة الإمارات العربية المتحدة أو قطر في التفاهمات. ولذلك تجد اللهجة الدبلوماسية الناعمة، لأنهما لن يستطيعوا أن يصمد. هو حيصعد، مش علشان يريد أن ينتصر، هو حيصعد علشان يريد أن يتفاوض. هو قاعد يعمل دامج كنترول، قاعد يحصر الأضرار اللي موجودة. هم الآن عايشين على أعصابهم، لأن الإسرائيليين لسه ما ضربوا، وبايدن يتفاوض مع الإسرائيليين بعدم ضرب مفاعلاتهم النووية. والإسرائيلي في خطته يضرب عبدان محطة النفط، ويضرب 3 مناطق في أصفهان، ويضرب قاعدة جوية، ويضرب قاعدتين للحرس الثوري الإيراني. فهذا الآن الموازنة، وموازنة رد. هو ليس متفوقا، هو يريد أن يتفاوض، يريد أن يصعد للتفاوض. في السابق كان يتفاوض عن 4 جبهات، الآن هو يتفاوض عن جبهته الوحدة. هو الآن يتفاوض عن الجغرافيا الإيرانية وسلامة العاصمة الإيرانية فقط، لأن الجبهة الجنوبية للبنان مشغولة بالجبهة الشمالية الإسرائيلية، ولأن الجبهة السورية كل يوم تتعرض لطيران وجبهة هشة، الجبهة العراقية الآن في تعليمات لهذه الميليشيات طيب في الهدوء. سيد شليمي، بالتالي هو الآن يريد أن يحافظ على جغرافيته. خطر إيران ونحن جيرانها، إيران رعبها وخوفها أن تضرب بالعمق، وعرف لها في هذه النقطة صدام حسين، ضربهم بصواريخ العباس والحسين في خلال أسبوع، وقعوا اتفاقية 8/8/1988، لأن العاصمة طهران وأنا زائر طهران. خوفهم أن تنتقل إذن يا إلى سيد فهد الجغرافيا، الشريف، وأنا أؤيد السيد خطار لما قال هم عملوا وسائد ومصدات هذه المجموعات الميليشياوية لكي تدافع عن الجغرافيا الإيرانية. الآن هذه تقلصت للخلف، طيب قلت كفاءتها القتالية، هو يدافع عن جغرافيا إيران وعن سمعة إيران. والإسرائيليين أقول لك الآن هم ما ضربوا، لكن حتشوف الإسرائيليين يعملون بالقصف مالهم بنو راما، كما شاهدنا الذخائر تنزل كالشهب. الإسرائيلي نتنياهو حيعمل نفس السيناريو، ولكن بطريقة أشد وبضربات مركزة، لكي يراها الإيراني قبل الإسرائيلي.